السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. جيت ندير معكم واحد العشاء خفيف ساهل دغيا كيوجد في دقائق. كانت دايره ضجه كبيره هذه الاكله وكتجي غزاله وسهله في متناول الجميع، ما فيها لا لحم ولا دجاج ولا حتى شي حاجه. عينا من هذا الشيء نبدلو شي شويه، لان راه كنا كيدير الواحد شي حاجه كيوجدها في العشاء خفيفه. بالنسبه عندي هنايا هنا قطعت بصيله شلطه رقيقه هكا، مطيشه حتى هي وحده درتها شلطه حتى هي رقيقه، والفلفله والثومه هنايا. وعندي هنايا درت خمسه ديال البيضات رقيقه. الفلفله انا اللي شلطتها. وعندي هنايا خمسه ديال البيضات مسلوقين. واحد القضيه سنة خليني نكمل. لا غير واحد القضيه، دابا الناس الناس عياو من اللحم ديال العيد، عياو من هذا طابهم الراجل الحومه بعدا والكوليسترول ولا حنا درنا لكم هادشي خضيره نعم سيدي، فيها بصيله فيها ماتشه فيها فليفله فيها تويمه داكشي خفيف وضعيف. لا وفيتاميني هادشي اللي كاين الفيتامين. لا والعشاء العشاء راكم عارفين دغيا الواحد يحيف شنو يدير في العشاء، والوليدات هاكا عارفين شنو كيبغيو هذا. المهم عندي خمسه ديال البيضات مسلوقين هنايا، عندي فرماج حمار واللي بغى يدير موتزاريلا ولا شي حاجه اللي كان، ولا فرماج زرق ولا فرماج خضر. المهم عندي هنايا شويه ديال الملحه، درت شويه ديال الكمون، شويه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الابزار والزعتر راني نسيت ما قلتها لكم، ان شاء الله هذاك هو حتى التالي هذا نديرو. المهم غادي ندوز هادشي، غادي نشحر هاد البصله وهادشي، وها نتوما ان شاء الله معايا. هاني دابا غندير شويه ديال الزيت في المقله، وغادي نجيب هاد البصله وهادشي، غادي نشحر كلشي في القفطه والثومه. ندير هادشي حتى يتشحر مزيان، اللي عنده فلفلة حمراء ولا داك الصفراء ولا شي حاجة يديرها، واللي عنده في الدار يكتفي بيه وصافي. اللي عنده شي حاجة خضرا خضرا صفراء لا فلفلة خضرا، لا من الفلفلة خضرا فلفلة فلفلة لا حمراء ولا خضراء ولا صفراء ولا كيكونوا اللوانات. اييه بغا يدير واحد يدير شي ولا قوقيه ولا تيكوا ولا على حسب اللون، على حسب كلشي كاين. المهم هادشي نخليوه حتى يتشحر مزيان حتى ينزل شويه، من الاحسن ما تنديرش انا عطريه دابا باش ما تحرق، حتى تنزل هادشي كله كينزل سنسور. هانتوما كتشوفو هي كتشحر، غادي نزيد واحد شويه ديال سوليس انا عندي هنايا حتى هي، كتحركو هادشي مزيان. ساهله وكله ساهله وخفيفه، وغادي ندير هاد العطريه حتى هي. خفيفة وظريفة، خفيفة التوجد ديالها وخفيفة تاع المعيدة. أييه صافي، وليخ خصك تمر هاكا هو المسك. نزيد نخليوها حتى تتقلى مزيان ضروري، ويطيب ونشوف بطات شوية البصلة وداك الشيء ونشوف. مزيان مزيان غير سير هاكا سير هاكا. لا 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 حرك يمين وحرك شمال، من بعد عاود شمال ويمين. هانتوما كتشوفوا ها هي دابا تشحرت صافي، غادي نزولها انا ما بغيتش نخليها هنايا في هاد المقله. هانتوما غادي تشوفوا فين غنديرها. هانتوما كجبت هنايا غنديرها في هاد المول هذا. هادي كيقول لها التكسوكه،
اش هي التكتوكه؟ التكتوكه هذيك اكله كنديرها ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. تيقولوا لها التكتوكه وتيعطونها الكتكوته. كتكوته التكتوكه بالكتكوت وكتصوبها الكتكوته. المهم كنديروا هادشي، كنقبطوا هاد البيض هذا، غادي نديروا له هكا. سمحوا لي عفوا. نيرفي هي كتشوف لي كتنيرف هاد المرا سبحان الله العظيم، ما عرف علاش كنموت منك بالخوف. مسكينة كنموت منه بالخوف. شتي قلتي بالخوف مالي انا وليت بوبو اللي شيقولوا له هاروت وماروت. صافي كنقبطوا هذا الفورماج هذا، واللي بغى يخليها بديك المقله يخليها. انا غادي ندير لها درتها هنايا موسع حسن، المقله غادي تجي ضيقه، وغادي نديروا هذا الفورماج فوق منها. اي من الفورماج على حسب الطوق ديال كل واحد. وغادي نجيب اوريغانو هي الزعتر، وغادي نديرو فوق منها. وصافي دابا غادي ندخلها للفران، راه عندي سخون وغادي نطفي عليه لان خصنا يدوب لي الفورماج. وصافي وملي يخرج الفران مطفي عندي صافي لان يدوب الفورماج. وصافي هاد الاكله ديالنا وجدات كتدخل دغيا دغيا دخلتها هي الفران على ما داب ديك الفورماج، لان كلشي طايب كلشي هذا كتجي رائعه جدا. انتما كي كتشوفوا لذيذه لوحه فنيه. ما شهيتكم؟ ايوا نتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وين الاعجاب ديالكم وسبارطاجيوه مع الاهل ديالكم والاصحاب باش تعم الفائده. وما تنساوناش من اللايكات والاشتراك وهادشي اللي غنقول لكم. او بتكاتك يا لالا، بتكاتك يا سيدي، بتكاتك أيوة يا لالا، ايوا سمعوا كيغني لكم بتكاتك يا سيدي. قلتي هادي ماشي تكتوكه؟ لا هادي ديفيرون. لا لا هادشي انا قلت لها هادي تكتوكه موديرنا. موديرنا داكشي ما قلت لها انا بتكاتك جايه من تكتوكه. او بتكاتك يا لالا، بتكاتك يا سيدي، بتكاتك. خوتنا في الله، شكرا لكم على المشاهده، والى فيديو اخر ان شاء الله. يخلينا ويخليكم على خير ووليداتكم حتى هما، وان شاء الله تشوفون كيف بغيتوا، ويبعد علينا هذا الوباء وهذا البلاء ويشافي جميع المرضى المسلمين اجمعين، انه على كل شيء قدير. دابا انتم اش غتقولوا؟ غتقولوا على قبل هو كيطبل ودابا ولا تيلعب من هذا قال شويه ربي وشويه العبدو. يا شكرا لكم على المتابعه ديالكم، وكنتمنى لينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، وما تبخلوش علينا. وكنشكر جميع اللي كيدخل عندي واللي كيدعمني، كنشكر من كل قلبي من كل قلبي. وشكرا لكم مع فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه. قول لي واحد القضيه غير نجزيكم بخير، خلي واحد القضيه الله يجازيكم بخير. دابا انا تنشوف ملي كتكونوا كتقدموا كتخرج منكم هذه الحلاوه ديال الهضره وهذا وسميتو، ولكن غير كتقطعوا ايوا تولي المياه الى مجاريها. واش كلكم بحال بحال ولا غير كنشوف انا غير مرتي واقيلا هي اللي فيها القضيه هذه؟ كنتفوا خليوا لي التعليق. يلا شكرا لكم على المتابعه، شكرا لكم بزاف.